السلام عليكم الاخوه الاخوات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الخريجه اللي درت العين فيتيل. الصراحه الجو مزيان داكشي، ولكن مع الاسف لقينا الواد الكبير ناشف، او الشلال او ناشف، ما فيه شي الماء. يعني الانسان يتمتع غير بديك الطبيعه اللي فيه والهدوء. المهم داك الخرير ديال الماء ديال الواد وديال الشلال وداكشي ما بقى شي. الانسان الا باغي يكسا كدا في الطبيعه ويتمتع وصافي. كاين شويه ديال الماء اللي كاين في العين او في المنبع ديال عين فيتال اللي كاين، اللي معروف شويه ديال الماء. وكاين واحد العين اخر تحت واحد الشجيره، ولكن زعما الانسان اللي غادي يشرب واللي غادي المسائل زعما تشريب واللي غادي يطيب وداكشي زعما كاين، ولكن غير باش داك الجو وداك البروده وداكشي ديال داك الواد وداكشي داك كما كتلاحظوا هنا الواد. انتما كتشوفوا الواد ناشف، ما فيه شي قطره ديال الماء، نبت فيه الربيع وداكشي. المهم صراحه واحد المنظر اللي مولف كيمشي لعين الفيتال، وحنا بحكم انه قريب لينا الفاس، يعني كنمشيو في الصيف تنمشيو في العطله ديال الربيع، يعني اي وقيت ولا زعما هو اللي قريب لينا تنمشيو تنتلفو فيه، وتيعجبنا الشكل المنظر ديالو والطبيعه اللي فيه وداكشي. المنظر باش شفناه هذا النهار يعني كان شويه كيعز في النفس. الدنيا ناشفه، ما كاين لا ماء، ما كاين حتى شي حاجه. داك شويه ديال الماء اللي كما قلت لكم اللي كاين في المنبع، واحد العين كاينه تحت واحد الشجره تما يحدى الواد. داكشي بسيط كما كتشوفوا، هاد شويه القلته اللي كاينه في هاد البلاصه هذا في الواد، كل عمره حشرات وعمركم عارفين القلاتي ديال الماء. المهم الانسان اللي غادي يجي بحال دابا يتغدى تما او دوز مو مقيد ديالو زعما كاين الاخر، ولكن بالنسبه للماء وداك الجو ديال الدراري تيعوموا وداك البروده اللي كتجيك بالواد وداكشي ما كاين شيء. الجو زعما الطبيعه كاينه، زعما الطبيعه مزيانه والهدوء وداكشي، ولكن داك الجو ديال الماء ما كاينش صراحه، يعني ناقص، الجلسه جات ناقصه بزاف. كما كتلاحظوا انتما كتشوفوا الواد خاوي، نقيطه الماء ما نزلاش فيه، يعني الواد كله عمر ربيع وناض فيه الربيع وناض فيه، وحتى الناس ما كاينينش بزاف، يعني الناس قلالين في هذه الوقيتة. في الصيف كتكون عامره واخا زعما الوباء وداكشي، ولكن الحمد لله زعما تطلقت زعما الطرقه مطلوقه والناس كيتحركوا داكشي، ولكن خاوي ما كاينش فيه الناس بزاف. اللي باغي يضرب بحال في فران في السونتر داكشي مزيان. نخليكم مع البقيه ديال الفيديو، ونتمنى لكم فرجه ممتعه.
صوفيا اللي تغني لنا دابا يا ناسي ناسي ناس كملها بناسي ناسي صوفيا صوفيا يلا صوفيا يلا صافي درس العين هادشي اللي فيه ديال الماء يا وسرحتني
Yeah.
بس.